سلام البنات، سلام على كل المشاهدين اللي كيشاهدونا فين ما كنتو. كنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم في احسن الحال، وعواشركم مبروك، يدخل عليكم بالصحه والسلامه يا ربي. اليوم البنات كيف ما كتشوفوا موديل جديد، الطرزه ديالو كيف ما كتشوفوا كتجي كبيره وفيه الوان غزالين. خليكم مع الفيديو من الاول حتى الاخر، تشاهدوا معنا اللوينات ديال هذا الموديل هذا اللي صراحه كيحمق. والتوب راه دائما كنشكرو وتنعاود نشكرو، توب كريب خفيف غزال، يعني سبنورد في الصابون ديالو، كيجي كيف ما كتشوفوا طايح. وكيف ما كتشوفوا هذه الفصاله مخزانيه، افتحات في الجناب كيف ما كتشوفوا، كيجي الكميمات بحال هكا كمطروزين، كيجي الصدر كيف ما كتشوفوا عامر، طرزه كبيره. البنات اللي غتشوفوا معنا حتى هما يا غزالين، الا توفروا البنات اخرين من غير هادو تشاهدوا معنا في هذا الفيديو، غادي نبارطاجي معكم اكيد. البنات شوفوا معايا، ورا فيهم لي طاي، يعني من الام 3 اكس لارج. عليكم الا تواصلوا مع الارقام اللي كتشوفوا في الفيديو واتساب، ونصيفطوا لكم لي طاي اللي كاينه. سكريني غير الصوره كيف مثلا نقول دائما، سكريني غير الصوره وصيفطها في الواتساب مع لي طاي، ولا كنتي بعيده مع المدينه والعنوان والاسم نصيفطوا لك مع الامانه ان شاء الله. اللي قريبه مرحبا والف مرحبا، تجي المحل تشوف على عينيها اللوينات وتقيس. ومرحبا بالجميع البنات، شوف معايا الكحل كيف ما تعرفوا الكحل مالك الالوان، كل شيء كيبغيه. جايب هاد القرونه كيف ما كتشوفوا غزال غزال بزاف. كنحاولوا هكا نقربوا لكم الصوره، خلاص ما الاضاءه كتبينش اللون واضح 100% بحال الواقع، الواقع تبان احسن. الشكل ديال الالوان تشوفوا معايا كلها غزاله، راه لون تنسي في لون. مات لي كيسوا على عنوان المحل، راني في الفيديو اللي قبل ديال الجلابه اللي قبل راني حطيت العنوان في اخر الفيديو مصور، واللي ما هكا ما عرفاش يعني في جوجل ماب دير بوتيك ايلول وعيطت عليها العنوان المحل. اللي ما عرفاتش يعني اي حاجه، استفسار اي حاجه، تواصل مع الارقام اللي كتشوف في الواتساب. ما كتشوفوا كيجي في اللبسه غزال، والثوب مبرد خصوصا دابا الصيف جاي، وكنبغيو شي حاجه اللي نكونوا فيها مرتاحين. ولكن ما احسن هاد الجلابات هادو اللي كان ما كتشوف في العنوان ديال الفيديو، الثمن ديالهم راه جد جد مناسب، يعني مع الطريزه كيف ما كتشوفوا والثوب، راه الثمن جد جد مناسب. كنتمنى اللوينات ينالوا الاعجاب ديالكم، ونخليكم البنات مع باقي الفيديو، نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش البنات البارطاج مع الاهل والاصحاب ديالكم، تخلينا شي تعليق زوينه واللايكات البنات، وشكرا لكم بزاف، خليكم معكم.